وللمتابعة ينضم إلينا من واشنطن السيد مايكل معلوف الخبير في العلاقات الدولية. سيد مايكل، إذن نحن أمام تصعيد أمريكي، أمام تصعيد إيراني، الولايات المتحدة ستعزز من قواتها في الشرق الأوسط، وإيران سترفع التخصيب بما يخرج عن إطار الاتفاق النووي. كيف تقرأ مستقبل هذا التصعيد؟ هل يمكن الانزلاق إلى حرب ولو بالخطأ؟ حسنا، الجميع يأمل ألا يكون هناك حرب. هناك العديد من الأنشطة التي تحدث وراء هذا المشهد. هناك ألف من الجنود الذين ذهبوا هناك. هذه قوات ليست للحرب، وهذا ما أوضحه بومبيو، ولكن هذا يظهر عزم الولايات المتحدة أنها لا تريد أن يتم مهاجمة مصالحها بأي شكل من الأشكال، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن في هذه المنطقة وفي مضيق الهرمز. وأنا أعتقد أن هناك بعض الأسئلة الضرورية بشأن الاستخبارات أو استخباراتية بشأن هذه الهجمات التي حدثت والتي أدت إلى هذه المواجهات الجديدة، وأنا أعتقد أن يتعين علينا تحليل ذلك بشكل أعمق من أجل توضيح الأمور الاستخباراتية من ناحية الولايات المتحدة، وهذا أمر يتعين علينا أن نركز عليه، لأنه في عام 2003 إذا تذكرون ذلك الولايات المتحدة قالت أن العراق كان لديها أسلحة دمار شامل وذهبت إلى الحرب هناك، وثم اكتشفت أخيرا أنه لا يوجد هناك شيء. لذا يجب علينا أن نكون حذرين للغاية، وأن هذا الوضع هش، وهناك العديد من الجهود وراء هذا المشهد من أجل الحد من هذا التوتر. طيب، إذا نحن أمام طرفان أو طرفين لا يريدا الدخول في حرب. بومبيو يقول نحن نريد ردع إيران ولا نريد الحرب. السؤال هنا، لماذا لم تنجح العقوبات الحالية والسابقة للولايات المتحدة في ردع إيران؟ أين الخلل في اعتقادك؟ حسنا، العقوبات كانت لها تأثير معاكس لما أرادته الولايات المتحدة، وكانت لها تأثير بأنها وحدت الشعب الإيراني، أو بغض النظر عن المشكلات الاقتصادية التي تسببت فيها، ولكن أصبحت هناك مشكلة سياسية بشكل ما، وأن إيران ما تحاول أن تفعله هي أن تؤدي بالدول الموقعين على الاتفاقية النووية العام 2015 بأن يأتوا بحلول بديلة ونظام مالي بديل من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية، وكان هذا الأمر صعب للغاية، لأن الولايات المتحدة الآن أعلنت أنها تعتزم أن يكون هناك عقوبات وبالاتفاق مع ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. لذا فهذا الضغط الأمريكي الذي يتم وضعه على إيران، ولكن إيران بشكل ما تحاول أن تجد طرق للالتفاف حوله، ولكنه يؤدي إلى الكثير من التوتر بشأن هذا الوضع وبشأن الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة، وهذا قد يؤدي إلى رد فعل عنيف. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا السيد مايكل معلوف الخبير في العلاقات الدولية.